قلبتوا عليا المواجع يا رباب انت وناديه. شكلك مش انت لوحدك اللي معبيه، ده انا معبيه على الاخر. انا اصلا زعلانه جدا من نفسي، متضايقه منها قوي. ليه يا ليلى؟ عشان ما عرفتش احافظ على البيت اللي كنت عاملاه. كان لازم احسبها صح، كان لازم افهم ان في حاجات بتتعمل قبل الجواز ما ينفعش تتعمل بعد الجواز. كان لازم افهم ان انا لازم اتنازل. تقصدي ايه؟ يعني انا كنت كل اللي اعرفه عن الجواز ان اتنين بيحبوا بعض هيتقفل عليهم باب ويفضلوا بقى ليل ونهار وشهم في وش بعض كده يحبوا في بعض وخلاص. ليه بقى؟ هو الجواز مش كده؟ امال هو ايه؟ الجواز حاجه تانيه خالص. كل واحد وواحده وقت الخطوبه بيحاولوا يبينوا احسن حاجه عندهم. كل واحد بيفضل يداري في عيوبه، يفضل يجي على نفسه عشان يرضي في التاني وبس. طب ما دي حاجه كويسه قوي، حاجه طبيعيه يعني، مش انتوا اتنين بيحبوا بعض؟ بالعكس، دي لا حاجه حلوه ولا حاجه طبيعيه. انا اكتشفت ان كان اللي بيني وبين طلعت مجرد رغبه. احنا الاتنين ما كناش فاهمين يعني ايه اسره، يعني ايه راجل وست في بيت واحد، يعني ايه اتنين قرروا يكونوا مجتمع صغير ليهم. يعني انتوا الاتنين وهمتوا بعض، كل واحد فيكم وهم التاني ان هي دي السعاده الابديه، مش كده؟ وطبعا هو فجاه ظهر على حقيقته، وانا كمان ظهرت على حقيقتي على فكره. انا مش فاهمه، يعني الماسكات اتشالت. هو كان فاكر انه هيتجوز واحده تفضل قاعده له طول الوقت بالميك اب، اتفاجئ بقى انه بيروح البيت يلاقيني ناكشه في شعري، مفيش ميك اب، بنام، بصحى، بدخل الحمام عادي زي البشر يعني، بكشر في وشه. ما انا بني ادمه يعني طبيعيه، في حاجات بحبها وحاجات ما بحبهاش، حاجات ببقى عايزه اعملها وحاجات ببقى مش عايزه اعملها، ليا احلامي برضه. يعني معقول هو ما كانش فاهم ده؟ ما يعرفش انك في الاخر بني ادمه طبيعيه بتفرحي وتزعلي وتضحكي وتكشري؟ لا، لاني كنت قبل ما اتجوزه بحاول ارضيه طول الوقت، باجي على نفسي بعمل حاجات ممكن اكون مش حباها عشان ارضيه، بس بعد الجواز ما قدرتش امثل، ما قدرتش اجي على نفسي اكتر من كده. ايوه يا ليلى، بس انت قلتي ان هو كان عصبي جدا وان انت ما قدرتيش تعيشي معاه. ولا هو كان قادر على العيشة معايا على فكرة. كل واحد فينا ما فكرش لحظة واحدة انه يتنازل عشان يرضي التاني. كل واحد ما شافش غير نفسه وبس. وفي الآخر بقيت أنا مطلقة. عارفين يعني إيه واحدة مطلقة؟ الو. ايوه انا اسفه لو كنت بتصل في وقت مش مناسب، كنت عايزه اكلم الاستاذ يحيى. ايوه انا يحيى. انا كنت لقيت لحضرتك اجنده وكان عليها تليفونك والميل بتاعك، بس انا فضلت اكلمك في التليفون احسن. الاجنده بتاعتي لقيتيها فين؟ في الشقه اللي في اسكندريه. هو حضرتك اللي سكنتي في الشقة؟ أنا الساكن القديم. أهلا بيك. عموما لو تحب تبعت أي حد ياخد الحاجات بتاعتك يعني you're more than welcome. والله أنا بجد متشكر على ذوق حضرتك واهتمامك. لا أنا تحت أمرك. مع السلامة. إيه ده؟ انت لسه بتحبيه؟ هو ايه اللي بعد كل اللي عملتوه في بعض؟ انت مجنونه يا بنتي، ده انت بهدلتيه، ده كفايه الليله اللي باتها في القسم. محتاجه له يا نادي. محتاجه له بقى. انتوا مش عارفين يعني ايه واحده تقضي 3 سنين من عمرها مع واحد بتحبه. انا كنت بنام وانا مطمنه ان هلاقيه جنبي، بصحى برضه وانا عارفه ان هو جنبي.
كنت بلبس كل حاجة حلوة عشان بعمل الأكل عشان كنت بغير عليه جدا بقى على فكرة. لو واحدة بس فكرت تقول له صباح الخير كانت بتبقى ليلته سودة. ويا سلام بقى لو اتأخر كده في الرد عليا، كان بيشغل لي دماغي واتجنن أفتكر إنه مع واحدة غير. وعشان كده نكدتي عليه عيشته، طلعتي عين أهله، وفي الآخر جرجرتيه في المحاكم. على فكرة بقى هو كمان كان عنيد جدا، محاولش يحسسني إن هو محتاجني، محاولش يتنازل حتى عشان خاطري، وحسسني أصلا كده كأنه ما صدق إنه خلص مني، هم يعني واتزحمن على قلبه، عشان كده اتغصت منه أكتر وعاندت معاه. يا سلام على الحب يا بنات، وحشني قوي على فكرة. لا لا ما تقلقش يا فندم، إن شاء الله بكرة الصبح يوسف هيكون عندك. طبعا يا فندم. لا 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 مش هنستنى، قبل آخر الشهر الملف كله هيكون جاهز. تحت أمر معاليك. ماشي يا فندم، اتفضل. مع السلامة. بقول لك يا طلعت، أنا مش قادر، عايز مني حاجة. أنا ماشي. طب بس اصبر، عايزك في شغل. لا 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 لا، شغل إيه يا عم؟ أنت مجنون ولا إيه؟ أنا لو بصيت في أرقام ودفاتر والعملاء والجو ده هنام لك هنا على المكتب وأفرش. طب بس اسمعني الأول، أنا هطلب لك الأكل اللي أنت بتحبه على حسابي كمان. على حسابك؟ آه. إذا كان كده يا باشا أنا بايت هنا، أمرني. مبسوط أوي أخويا من الأكل الدليفري ده، أنا بتنشأ على أكل بيتي. طب ما تتجوز. تاني؟ لا. أنا لو هتجوز بعد كده هتجوز بشروطي، واللي عاجبها أهلاً وسهلاً، مش عاجبها أنا كده يا عم 100 فل و10. وايه هي شروطك بقى يا ملك؟ مبدئيا كده انا مش هعمل اي حاجه من اللي عملتها في الجوازه الاولانيه، قايمه ومقدم ومؤخر، ايه يا عم؟ وانا بخلص في شقه في التجمع؟ وبعدين اي مشكله قد كده تلاقي نفسك كلابوش عشان شويه كراكيب، اشي تبديد عفش، اشي سرقه شبكه، اشي نفقه. مش حقها يا ابني. يا عم حقها ايه؟ كسر حقها. هو انا لوحدي اللي بتجوز؟ مش كفايه ان انا اشتريت شقه وماليها عفش وبصرف عليها كمان؟ كلامك مش مريحني يا معلم. معلش اصلك ما جربتش يا ابني. مش كل الناس زي بعضها. لا كل الناس زي بعضها، ولعلمك بقى ما بقاش في حد عادل. ما اي حد هتروح له يا برنس هيقول لك انا عايز اضمن حق بنتي معاك يا معلم. يا سلام. طب ما انا كمان عايز اضمن مستقبلي مع بنته دي. وبعدين تفتكر يعني الحاجات دي هي اللي بتضمن المستقبل؟ ما انا قعدت مع ليلى وكتبت لها القايمه ورصيت الرصه تمام، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اختلفنا والبيت كله اتخرب. ايه بقى الضمان اللي هو خده؟ على الاقل الراجل عمل اللي عليه. انت بتقول اي كلام يا يوسف، انا مش فاهم. طب ايه الفرق بين الست والراجل يا ابني؟ الراجل غير الست. انت بتقول اي كلام ولا ايه؟ نفسي اسال سؤال، ليه الراجل مشكوك فيه والست لا؟ لان الراجل غير الست. اقول لك، انا رايح دماغي واتجوز واحده اجنبيه بدبله صفيح هتتجوز وتعيش. انا نفسي افهم دماغك دي بتفكر في ايه بالظبط. يا عم والله انا دماغي ما فيها اي حاجه، تشغلش بالك انت بس وشوف هتاكل ايه. ولا انت لسه شكلك عايز ليلى. أنا؟ لا طبعاً، بعد ما اشتكتني في الاسم واتهمتني بتبديد العفش وهي عارفة إن أنا ما عملتش كده. يهبل يهبل، تلاقيها عملت كل الفيلم ده علشان ترجع لها تاني. وده اللي كان هيرجعني ليها، إنها تتهمني تهمة هي متأكدة إن أنا بريء منها؟ هتلاقيها بتفكر نفس التفكير اللي أنت بتفكره دلوقتي حالاً. عشان كده أنا متأكد إن إحنا مستحيل نرجع لبعض. ليه لا يا دودو؟ ايه المشكلة؟ انا شايفة ان هو كويس قوي، وانا مش هتجوز تاني خلاص. انا جربت حظي وكفاية اللي شفته في الجواز الاولانية. انا كرهت الرجالة كلها ومش عايزة اسمع سيرة الجواز دي تاني. ليه بس؟ يمكن ربنا يكون كتبلك السعادة معايا بنتي. لا تاني ولا تالت يا ماما، انا مش عايزة التجربة دي تاني. ولو فكرت اتجوز يبقى لازم اكون انا اللي عايزة ده، وحاسه اني عايزه الشخص اللي قدامي، مش هعيد نفس التجربه تاني. اما نكون عايزين بعض وعايزين نعيش مع بعض ونستحمل الحياه مع بعض، يا اما بلاش. مساء الخير.
مساء ال لو حطنا ايه دلوقتي. سوري ما سمعتكيش. ابدا يا حبيبتي ما قلتش حاجه والله. بقول مساء الفل، نورتي البيت كله والله. هو ده الكلام الحلو اللي بحب اسمعه، مساء الفل، نورتي، شرفتي. ما بحبش البرطمه. تقصدي ايه يا حبيبتي؟ ما اقصدش غير ان كل واحد يخليه في نفسه. يا طنط، من راقب الناس مات عما. حكم الراجل ده كويس قوي، انا عارفه من زمان. وبعدين ليلى لازم تتجوز المنيره. نعم يا خالو، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ مين دي اللي لازم تتجوز؟ مين اللي يحدد اصلا اذا كان لازم ولا لا؟ اهدي بس يا بنتي، استني، احنا لسه ما شفناش الراجل، مش ممكن يطلع كويس؟ مش كويس يا ماما، ومن غير ما نعرفه. الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش عايزه اتجوز يا خالو. اه مش عايزه اتجوز ولا حره. لا ما انتش حره، هو انت مش عارفه الوضع اللي انت فيه؟ لا واخده بالي كويس قوي يا خالو من الوضع اللي انا فيه. عارفه ان انا متطلقه، وعارفه كويس قوي ان انا لما بنزل من البيت الصبح عشان اروح الشغل الناس بتقول هي رايحه فين، ولو دخلت السوبر ماركت والراجل اتكلم معايا شويه يبقى بيعاكسني، ويا سلام بقى لو ضحكت له ابقى متجاوبه معاه، ولو قلت لواحد في الشارع صباح الخير ابقى على علاقه بيه. تحب اقول لك الاكتر من كده؟ مديري في الشغل بيقول عليا ان انا مستنيه اي راجل والسلام. لبسي مش عاجب اي حد، مش عشان انا بلبس وحش، عشان انا متطلقه. مشيتي مش عاجبه اي حد، مش عشان هي ماشيه غريبه، عشان انا برضو متطلقه. كان الطلاق ده شتيمه او جريمه، مع ان ربنا هو اللي حلله وشرعه عشان الناس ترتاح، عشان اللي مش قادر يعيش مع حد يسيبه. ربنا بيدي فرصه الناس انها تعيش، والناس مش عايزه تدي بعضها فرصه انها تعيش. الناس ما بتسيبش حد في حاله، والكلام حواليكي مش هيخلص الا اذا اتجوزتي. عارف لو حتى اتجوزت الناس هتقول عليا ايه؟ ان انا بتاعت رجاله. ويا سلام بقى لو العريس اللي انت جايبه ده متجوز وعنده عيال، يبقى انا خطفته من بيته وعياله. ولا لو كان بقى ما اتجوزش قبل كده وانا اول بخته، يبقى ضحكت عليه وكلت بعقله حلاوه بقى ما انا قادره ومجربه. صح؟ رايح دماغك يا خير. لو فكرت ان ارضي الناس يبقى موت احسن. كنت فين يا نادي؟ بكلمك في الشغل، قالوا لي خرجت من بدري. ايه الطريقه دي؟ ما تديني قلمين على وشي احسن. ما تردي على اخوك عادل، بتكلمني كده ليه؟ كنت فين؟ هو في ايه؟ اما يتكلم هو عادل الاول. انا اتكلم زي ما انا عايز، انت اللي تردي كويس. طب تزعق كمان؟ ماشي، انا بقى اللي هتكلم زي ما انا عايزه. مش هرد عليك اصلا، هسيبك تكلم نفسك. اما تبقى تعرف تتكلم معايا ازاي هبقى ارد عليك. تتكلمي عادل. اوعى ايدك دي، اياك تلمسني تاني. عارف لو مديت ايدك عليا تاني انا مش هسكت لك، فاهم؟ اتجننتي زي ما متفلت، ما حدش عارف يكلمك. طب والله والله ما انتي خارجه من باب البيت ورحمه ابويا ولا حتى للكليه. هتحبسيني؟ اه احبسك. ماشي، انا هريحكم مني عشان تستريحوا خالص. رايحه فين يا مجنونه؟ انا زهقانه بيا، هنغصكم مني عشان فين يا مجنونه؟ اوعي سيبيني. رايحه فين يا مجنونه؟ سيبيني يا مجنونه. سيبيني، هتفرجي الناس علينا. مفيش داعي عليكي. سيبني. ما تزعقيش. سيبيني. ما تزعقيش. لا هزعق. خش. سيب ايدي. بنتك دي تشوفي لك حل فيها، والا والله هموتها لك. اسمع كلام مين؟ انا اللي اسمع الكلام؟ انت مش واخده بالك ان انا الكبيره؟ انا الكبيره يعني زفت ابنك ده هو المفروض يسمع كلامي ويحترمني، مش انا اللي اسمع كلامه. ما انتي لو عاقله وراكزه ومحسانه انتي الكبيره كان سمع كلامك وعمل لك مليون حساب، لكن انتي مجنونه مهبوشه زهقتينا. ماشي يا ستي، انا مجنونه ومهبوشه. ماشي سيبيني في حالي. رايحه فين؟ بتكلم معاكي. عايزه انام، عايزه انام، سيبوني انام. يا بنتي حرام عليكي، انتي هتموتيني اصلا. عمر ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يهديكي. رباب مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. انت مش ملاحظه انك بتتاخري في المواعيد؟ انا خلصت شغل بدري فقلت اتمشى مع اصحابي شويه. انت ليه مصممه يا بنتي على موضوع الشغل ده؟ مش والدك بيبعت لك اللي يكفيك يا رباب؟ ليه بتبهدلي نفسك؟
حضرتك فاتحه الدار دي ليه؟ مع انك عندك عماره في جليم بتجيب لك دخل كويس قوي كل سنه وخصوصا في الصيف. احنا هننق بقى ولا ايه؟ لا والله بصراحه بقى انا ما صدقت، عشت حياتي دي كلها مقفول عليا، ما اعرفش غير الدار اللي انا اتولدت فيها وبس، ولو حتى كنت خرجت كنت بخرج بس عشان ازور قرايبي. انت عارفه عشان ابقى هنا دي معجزه، لا دي معجزه كبيره قوي. انا عايزه اعيش حياتي، نفسي احقق كل حلم حلمت بيه. هو احنا عايشين لوحدنا ولا ايه؟ بس لو والدك عرف انك بتشتغلي هتبقى مشكله. على فكره بقى انا مش بشتغل عشان الشغل، انا بشتغل بس عشان يكون عندي خبره اعرف اواجه الدنيا، وزي ما قلت لك قبل كده احنا مش عايشين لوحدنا. صح؟ ده اكيد يا بنتي. تصبح على خير وانت من اهله يا رباب. الو، على فكره انا ما كنتش هكلمك تاني. ايوه طبعا انت اللي لازم تسال عليا. ايوه انت اللي لازم تفتكرني. والله العظيم لسه راجع البيت دلوقتي حالا. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نتقابل دلوقتي؟ طب وفيها ايه؟ مش انت بتقولي ان الرجاله زي الستات وان كلنا متساويين؟ خلاص ننزل نتقابل دلوقتي على اي قهوه كانك اي واحد صاحبي. رجاله الله يسامحك. طب بص يا سيدي، انا بكره هروح الكليه وبعد كده هطلع على المكتب، لو تحب نتغدى سوا انا ما عنديش مانع. يا سلام، ماشي، باي. احي يا اخويا، احي. ايه في ايه؟ الهانم لسه راجعه دلوقتي. كان مالنا احنا ومال الهم ده يا ست؟ احنا مالنا ومالها؟ مالنا ومالها؟ انا فرحي لازم يكون اكبر فرح في اسكندريه، ومش كده وبس، انا عايزه اتزفف حنطور من المنتزه لسيدي المرسى ابو العباس. وانا ما عنديش مانع يا ست ليلى، اللي انت عايزاه. ما انت لازم تعرف انك اتجوزت اجمل واحده في اسكندريه ولا ايه؟ حيلك حيلك عليا بالراحه، مش كده؟ هو انت يا ساكت يا بتشرب سجاير؟ ما انت كنت قبل الجواز بتتكلم مليون كلمه في الدقيقه، انت في حاجه مزعلك؟ ابدا، بس اتكلم اقول ايه يعني؟ قول اي حاجه، قول بحبك، ما اقدرش استغنى عنك زي ما كنت بتقول قبل الجواز. صعبه يعني دي؟ يوه في ايه يا ليلى؟ انت كل شويه تعاتبيني وانت اصلا مش باصه لنفسك؟ انا حاسس ان انت مش مركزه معايا وحاسس انك بعيده اصلا. حلو قوي يا طلعت بقى طريقه قلب الترابيزه دي. طب بص بقى، خليني ساكته احسن عشان انا لو اتكلمت هقول كلام يزعلك. اف لسه بحبها.
ايه؟ خير؟ وهيجي منين الخير يعني؟ يا بنتي ردي مرة عدل، هو انت على طول قافلة كده؟ تفائلي تفائلي. انا لا قافلة ولا متنيلة، انا ما بعملش حاجة اصلا، بس هو انا كده لازم اروح البيت يروحوا منكدين على اهلي وهم اللي يقفلوا لي ايامي كلها. استغفر الله العظيم. هو انت اتخانقتي معاهم تاني؟ وايه الجديد يعني؟ هو انا ببطل خناق معاهم؟ طب يا بنتي ما تشوفيهم عايزين ايه وتعملها له. يا سلام، واشمعنى انا اللي اشوفهم هم عايزين ايه؟ ما يشوفوش ليه هم انا عايزه ايه ويعملوه. يا بنتي هو انت في حرب؟ لا بس انا بقى والله مش ملزمه اقعد افكر في كل واحد واعمل حساب للناس ما بتفكرش اصلا انا عايزه ايه. انا مش هفكر في حد تاني، اللي هيعاملني كويس هعمله كويس، اللي هيعمل حسابي هعمل حسابه، غير كده بقى ماليش فيه. طب بس بس سيبك من الموضوع ده، اصلا انا عايزه امشي النهارده نص يوم، وانا قلت لليلى تكلم المدير ان انا عندي محاضره مهمه جدا ما ينفعش افوتها، بس في مشكله لازم حد يشيل مكاني. انا ولا كاني سمعت حاجه على فكره، انا ما بشيلش حد، ما تتسهويكيش. ها بقى كده يا ناديه؟ طب خلاص ما تمديش بوزك. تدفعي كام يا بنتي؟ انا صاحبتك، هو انا عدوتك؟ عدوتي؟ هو انت لو عدوتي كنت سبتك، ده انا كنت كلتك بسناني. طب هاتي من الاخر، هتشيليني ولا لا؟ هتقابلي حسين؟ ايوه يبقى مضطره اشيل. استني بس، ده انا عايزه اقول لك على حاجه، شفتي الموظفه الجديده هتكون معاكي في نفس القسم. ده انا سمعت ان هي حلوه قوي. هو انت لازم تحطي نقرك من نقر اي حد يجي؟ وانا لحقت احط نقري من نقرها ولا اعمل اي حاجه؟ هما اللي بيقولوا اصلا، بس واضح كده من كتر كلامهم عليها ان هي حلوه بجد. مش احلى منك يا ناديه حبيبتي يا رباب، متشكره قوي يا رباب بجد، فتحتي نفسي على اليوم، عنشتيني. انا هقوم بقى. سلام. سلام. صباح الخير. صباح الخير. انا ناديه جمال، المديره بتاعتك هنا. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. على فكره انا من ساعه ما جيت الصبح والموظفين ما لهمش سيره غير عنك، بيقولوا عليكي صاروخ. انا قلت لهم يعني ما تبلغوش قوي كده، بس بصراحه انت طلعتي احلى بكتير مما بيقولوا. مرسي. طب اتفضلي. بصي بقى يا دينا، الشركه هنا زي ما انت شايفه كده بالظبط، ما فيهاش يعني ناس كبيره قوي في السن، يمكن ما فيش غير مدير الشركه وصاحبها بس، وانا بقى اصغر مديره هنا. واضح انك شاطره قوي او فاهمه الناس قوي. بصي عموما يعني لو احتاجتي اي حاجه انا موجوده وتحت امرك. صحيح يعني انا اصغر منك شويه في السن، بس يا ريت ده ما يعملش حاجز بيني وبينك. ما تخافيش انا مش معقده. هايل. طب قولي لي بقى، انت من اسكندريه؟ لا، القاهره. منين في القاهره؟ هرم. اوبا. طب قولي لي بقى يا دينا، هو صحيح شارع الهرم ده ما بينامش ابدا؟ يعني بس مش للدرجه دي. ماشي. طب قولي لي كمان بقى، البنات في القاهره كلهم موزه زيك كده؟ ايه مالك في ايه؟ انت معقده ولا ايه يا دينا؟ لا خالص، بس ما بحبش كلمة موزز. ليه واحدة حلوة أو أتراكتف يتقال عليها موزة؟ مش حلوة الكلمة صح؟ عندك حق والله. طيب مش هقولها خلاص تاني. أوكي. طب قولي لي بقى، أنت عايشة لوحدك ولا معاكي حد؟ لوحدي. طب حلو قوي، يبقى احنا أكيد هنبقى أصحاب إن شاء الله. على فكرة كمان ليلى السكرتيرة ورباب بتاع شؤون العاملين، الاتنين دول زي السكر، هتحبيهم قوي، ودول بقى صحابي الأنتيم. ولازم اقولك دلوقتي اني شكلي كده يعني هضمك للشلة. ان شاء الله. ماشي. طيب شوفي شغلك بقى. اوكي. الشغل مش عاجبني خالص يا رباب.
ساتر يا رب، في كده على الصبح مالك؟ انا عايزه اتجوز. اختي بلانيه قالت تتجوزي ايه؟ اساليني انا. اسالك انت ده ايه؟ انا غيرك اصلا. انت نكديه. ايه؟ كئيبه، بتعشقي الدموع، نحنوحه، انما انا غيرك يا حبيبتي، انا ما بطقش الهم اساسا، بحب الحياه. اسالك ده ايه؟ انا؟ طب لعلمك بقى، انا بموت في السهوكه، بس ما برضاش ابين قدامكم عشان ما تحسدونيش. ماليش فيه، اللي انت بتقوليه ده ماليش دعوه بيه، انا بقول لك اهو، انت لازم تجوزيني قبل السنه دي ما تخلص، يا اما انا مش مسؤوله عن اللي هيحصل، انا بعرفك. طب بقول لك ايه يا متصربعه كده انت على الجواز؟ قدامك اهو موظفين الشركه متلقحين، نشيني لك على واحد والقفيه. هي دي خلق تتلقف؟ الموظفين الشركه قال انا ناقصه هم اصلا. بقول لك عايزه اتجوز يعني حد كده يشرح القلب، حد غني. انا يا ستي من الاخر عايزه اتجوز فيلا وعربيه ودفتر شيكات حلو كده. طب اطلعي بقى من نفوخي عشان انا ورايا شغل. اسكتي بنت تافهه. العربيه وشيكات قال ناقصاكي يا شيخه. الايميل ده جه من شركه الراعي وعايزين السي ديز الخاصه باللغه العربيه التعليم بتاعها. اعمل ايه؟ بصي ابعتي لهم ميل باسمك وقولي لهم ان الحاجات اللي هم طالبينها دي هتبقى عندهم كمان يومين. اوكي؟ اوكي. ليلى ممكن تديني نموذج للميل؟ عشان خاطرها هي بس. ماشي يا اختي. عادي يعني احنا متعودين على الحاجات دي ما تتخضيش. ماشي يا ستي ادي النموذج. اوكي؟ ابعتي زيه بالظبط. اوكي. ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ شكلها متجوزه. يا سلام يا نصحه وعرفتي بقى منين؟ هي دي محتاجه نصحه؟ باين عليها. طب بقول لك ايه بقى؟ الحق القفلك واحد من موظفين الشركه احسن الصاروخ دي هتقفل عليكي. ايوه صباح الخير. صباح النور. لا مفيش، انا قلت اتصل بيكي عشان اشكرك على اهتمامك بالحاجات بتاعتي اللي انت لقيتيها. اه وعايز كمان اقول لك ان الست صاحبه الشقه اللي انت قاعده فيها ست كويسه جدا. هي ساعات بتبقى جامدة شوية في المعاملة بس هي ست كويسة وأكيد هتحبيها إن شاء الله يا رب. هو إحنا ممكن نبقى أصحاب؟ إشمعنى؟ صعب صعب من غير ليه يعني؟ بص أنا كلمتك وقلت لك على الأوراق بتاعتك والحاجات الخاصة بيك في الشقة وإنت قلت لي إنك مش محتاجها، تالي مفيش داعي. اه بس لو قلت لك ان انا فعلا محتاج اعرف حد واتكلم معاه. اكيد عندك صحاب كتير. اه طبعا بس ساعات الواحد بيبقى جواه حاجات مش عايز يحكيها حتى لاقرب الناس ليه. يبقى من المنطقي انك تحكيها لحد تعرفه، مش حد لسه اول مره في حياتك تتكلم معاه وما تعرفش عنه حاجه. بس انا فعلا محتاج اعرف حد ما كنتش اعرفه قبل كده ولا شفته قبل كده. لو انت محتاج انك تعرف حد ولا يعرفك ولا تعرفه فانا كمان محتاجه المهم. وعلى فكره لما كلمتك علشان اقول لك على الاشاعات والحاجات بتاعتك انا ما كنتش بكلمك بخصوص الموضوع ده، انا كنت بكلمك لاني كنت محتاجه اتكلم مع حد. وعلى فكره انا كمان رديت عليكي لان انا فعلا محتاج لده. طب لو وافقت هتقول عليا ايه؟ مش هقول عليكي حاجة خالص عادي. كذاب. احنا في مجتمع الناس اللي فيه بتفكر بطريقة واحدة كلهم. أكيد طبعاً لو وافقت هتقول عليا علقتها من التليفون زي اللي قبلها علقتها من الشارع مش كده؟ لا على فكرة أنا ما كانش قصدي كده خالص. ولو يضايقك إن احنا نبقى أصحاب بلاش خلاص أنا آسف. مش قوي كده يعني. بس ايه رايك لو ادينا لبعض فرصه نبقى اصحاب بجد؟ طيب يا ستي انا اسمي يحيى عبد السلام وكنت ساكن في الشقه اللي انت ساكنه فيها وسبتها عشان كان لازم ادخل المستشفى مش عارف اخرج منها امتى. انا مش عايز اموت، مش عشان خايف من الموت لا، بس عشان كان في حاجات كتير قوي نفسي اعملها شكلي مش هلحق. نفسي اشوف ابني اللي ما شفتوش. انا اللي تعبني مش المرض على فكره، اللي تعبني اني مش قادر اكفر عن اللي عملته في حق اقرب الناس ليا.